أين أنتم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اجتزنا الحدود الكويتية من دقائق برفقة الوفد الطبي المغادر برغبة سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد للتوجه إلى مملكة البحرين لمساعدة أشقائنا البحرينيين وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية لهم. سيد عبد الصمد، يعني احنا الاخبار التي تلقيناها انكم ذهبتم باتجاه البحرين ثم عدتم ثم رجعتم الى البحرين والان رجعتم، انطباعكم عن الرحله وملابساتها في الروحه والرده هذه المتكرره؟ والله احب اؤكد بان هذه الرحله تم التحضير لها بجهود قيام وزير الصحه الدكتور هلال ساير. وتم دعوة الأطباء للتطوع وكان هناك تداعي من عدد كبير من الأطباء وبمختلف التخصصات الجراحية والتمريض وطب أيضا وخدمات الإسناد من طب الطوارئ، واستطعنا خلال 24 ساعة تحضير قافلة متكاملة للذهاب إلى البحرين الشقيقة، والحمد لله الأمور مشت بيسر. وأثناء توجهنا بعد اجتيازنا للحدود السعودية أمس بعد الظهر باتجاه مملكة البحرين، وبعد أن قطعنا تقريبا نصف المسافة 200 كيلو وكنا بالقرب من الوصول إلى الحدود في البحرين، تلقينا اتصال من السفارة الكويتية في البحرين تفيد بأن هناك رفض لإكمال هذه الرحلة وأن السلطات البحرينية لا ترغب في أن نواصل هذه الرحلة، ولذلك انتظرنا قليلا لبعض الاتصالات قد يحدث هناك انفراد في الموضوع. للأسف تلقينا التعليمات بالعودة إلى الحدود، فبمجرد وصولنا إلى الحدود الكويتية وكان وقت متأخر من مساء أمس، يبدو أن الاتصالات أثمرت أنه هناك قبول مرة أخرى للعودة. وعلى الرغم من أن الطاقم وخاصة اللي ساقوا السيارات تقريبا 20 سيارة كانوا مرهقين من الصبح طالعين، ولكن بمجرد سماعهم أن هناك فرصة للعودة مرة ثانية إلى البحرين وتقديم المساعدة لأهل البحرين تبدد التعب تماما وأصروا على العودة مرة أخرى لإكمال هذه المسيرة ولتنفيذ الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو. وحتى صار في تناوب على قيادة السيارات حتى نضمن الوصول وتقديم المساعدات. تقريبا على منتصف الليل كان الوقت اللي احنا تقريبا قربنا من الحدود، قررت الوزارة ان هي تعطي فرصة للراحل الطاقم الطبي. قعدنا في فندق على اساس نرتاح الليل ومن الغد نعود مرة ثانية ونكمل المسيرة الى البحرين. في الصباح اليوم تلقينا اتصال من السفارة بأنهم على استعداد لاستقبالنا، وكنا جاهزين لمتابعة المسير، ولكن للأسف لا ندري ما هي الأسباب التي أدت إلى تجدد الرفض مرة أخرى وبدون إبداء الأسباب. وحقيقة هذا الرفض شكل صدمة كبيرة للطاقم الطبي اللي كان متلهف للقاء أهلنا وأحبائنا في البحرين. وللأسف صدرت الأوامر بالعودة مرة أخرى، وها نحن الآن نعود مرة أخرى إلى الكويت، وكلنا أسى وحزن وألم يعتصر قلوبنا أننا لم نستطيع أن نقدم الخدمة الإنسانية البحتة والطبية اللي نذر الطاقم الطبي نفسه لأدائها من أداء الواجب وأقل من الواجب تجاه أهلنا وأحبائنا في البحرين اللي عمرهم ما بخلوا علينا في أي شيء في أي ظرف من الظروف. دكتور عبد الصمد، لو سمحت، يعني الصدمة التي أصابتكم أيضا بحسب الاتصالات التي وردتنا خصوصا اليوم التي تلقيناها أثناء البرنامج وأيضا التي هي خارج البرنامج، فعلا أيضا الصدمة عند إخواننا البحرينيين، هذا من جانب. ومن جانب آخر نحن نعلم أن حملتكم هي حملة إنسانية بحتة، لا يوجد شيء سياسي فيها أو غير ذلك، لذلك لابد أتوقع أن لدى الطاقم الطبي أو لدى هذه الحملة الطبية يعني كلمة ترغب بتوجيهها أولئك الذين تعلقوا بأمل ورود هذه الحملة إليهم وبلسمة جراحهم، هل من كلمة لأحبابنا لإخواننا في البحرين؟ أنا بداية أخ مبارك أود أن أؤكد على ما تفضلت فيه من أن هذه الحملة إنسانية
وجاءت برغبة سامية من حضرة صاحب السمو، وكان هناك ترتيب وموافقات متبادلة ما بين الحكومة الكويتية والحكومة البحرينية، والأمور كانت ماشية بشكل سلس. حتى الآن إحنا مو قادرين نستوعب الأسباب اللي أدت إلى رفض هذه القافلة. ولكن إحنا تلقينا أيضا يعني كثير من الاتصالات والرسائل عن طريق الأصدقاء، أفادونا بالصدمة اللي عند الأخوان البحرينيين. خلي أنا أوجه كلمة إلى الشعب البحريني الشقيق، وأقول لأخواني وأهلي وأحبائي في البحرين، إحنا آسفين، نشعر بالأسى والحزن لأن إحنا لم نستطع أن نؤدي هذه الرسالة. نحن نشعر بالألم اللي أنتم تشعرون الآن، ولكن صدقوني بأن الفريق الطبي الكويتي حزن أشد لأنه يشعر بالعجز عن أداء هذه المهمة. وأنا أتساءل وأوجه تساؤل، إذا كان وفد رسمي من دولة الكويت من حكومة الكويت بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو يلاقي مثل هذه المعاملة والعودة، ومرة ثانية يعطونا صلاحية المسير ثم يقولون لا والله لا ترجعون، هذه يعني أثارت عندنا تساؤلات. إذا إحنا وفد رسمي وإنساني وطبي نقوم بمهمة إنسانية يقوم بها الأطباء في كل أنحاء العالم، نواجه هذا الصلف والتعنت. أنا أتساءل ما هو حال الشعب البحريني الآن في ظل هذه التصرفات اللي إحنا مو قادرين نستوعبها. أقول لهم إن قلوبنا معكم، دعائنا لكم بأن إن شاء الله ربي يفرج هذه الغمة عن البحرين، عن كل البحرين، ونقول لهم إذا إحنا هالمرة لم نستطع أن نصل، ثقوا تماما أن قلوبنا معكم ودعائنا لكم، وإن شاء الله في أقرب فرصة سنعود وسنلتقي ونضم جراحاتكم ونمسح الدم عن أعينكم، ونحن معكم إن شاء الله، وإن شاء الله سيكون الفرج قريب. نعم دكتور. دكتور قبل أن نختم الاتصال معك، إذا سمحت لي، من ممكن تكونون ما تلقيتوا اتصال رسمي يبين أسباب العودة، ولكن من الحديث اللي دار ما في أي أسباب وضحت للرفض هذا حتى لو كان شفوي، ما في أسباب بينت؟ أبدا أبدا أبدا. إحنا كطاقم طبي كنا منصرفين إلى إعداد حملتنا الطبية، كنا مجهزين مستشفى ميداني ليقام لخدمة أهالي البحرين، تخصصات جراحية عامة، عظام، مخ وأعصاب، حوادث، كل هذه الأمور، مع أطباء باطنة وأطفال للقيام بكل هذه الخدمات. كنا منصرفين ومنشغلين بالإعداد للحملة الطبية، لم نكن طرفا في قضية الاتصالات التي تجري، ولم نكن نريد أن نكون طرف في يوم من الأيام. إحنا مهمتنا إنسانية بحتة، صدقني لا نعلم حتى الآن الأسباب التي أدت إلى رفض هذه الحملة الإنسانية. أرجو أن تزول هذه الأسباب إذا كانت فعلا أسباب جوهرية وحقيقية، وأن تتاح لنا الفرصة للعودة مرة أخرى إلى البحرين إن شاء الله. دكتور عبد الصمد، والله يعطيكم العافية، أنتم وملائكة الرحمة بقية هذه أعضاء هذه الحملة. شكرا جزيلا الدكتور عبد الصمد مصطفى، شكرا جزيلا.